تعقدت اللجنة الوزارية للتمركز الإداري برئاسة السيد رئيس الحكومة. الهدف ديال هاد اللجنة هو تسريع تنزيل ميثاق التمركز الإداري لتعطي صاحب الجلالة الملك محمد السادس الله ينصره أهمية كبيرة، لأنه هو اللي تمكن من تقريب الإدارة للمواطن. اليوم خدينا قرارات مهمة. القرار الأول هو أنه القطاعات الوزارية على المستوى الجهوي غادي تجمع في أقطاب جهوية منسجمة، والهدف ديال هذا الشيء هو أنه يتم ترشيد النفقات الدولة على المستوى الجهوي. خلينا واحد القرار مهم جدا، هو أنه واحد العدد مهم ديال القرارات الإدارية خاصة بالاستثمار اللي اليوم تتخذ على المستوى المركزي في الرباط غادي تنقل المستوى الجهوي، وهذا الشيء غادي يمكن على أنه المستثمر ما يحتاج يتنقل للرباط، وأيضا على أنه القرارات غادي تتخذ بسرعة أكبر لأنها غادي تتخذ على مستوى الجهة. الهدف كما قلت لكم من هذا الشيء هو تسريع لا بريز دو ديسيزيون وتقريب الإدارة من المواطن. المرحلة المقبلة اللي عندنا هي واحد المراجعة للترسانة القانونية من قوانين ومراسيم باش هاد الشيء يولي حقيقة على أرض الواقع ملموسة وتسهل الحياة على المستثمر.